السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي واصدقاء الصفحه ديال تازا انفو على الفيسبوك والصفحه ديال محمد المنيعي على اليوتيوب. من بعد ما تبدلت لها السميه ولات محمد المنيعي بالفرنسيه ومحمد المنيعي باللغه العربيه. اهلا وسهلا بكم في فيديو اخر من فيديوهات القناه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلم على واحد المشكل تيطيحوا فيه بعض القنوات الناشئه، فمن بعد ما كيتفعل لهم القناه من بعد ما كيحققوا الشروط ديال اليوتيوب اللي هي 4000 ساعه 1000 ابوني وكيتوصلوا بالكود ديال ادس وتيدخلوه تيوصلوا للمرحله ديال بيمو او ديال الدفعات، يعني الطريقه ديال الدفع، الطريقه باش كيخلص في الادسنس. كاين اللي كيختار مثلا ويسترن يونيون، كاين اللي كيختار الحساب البنكي. هذا الحساب البنكي كتوصل لك المرحله كتدخل المعلومات المصرفيه ديالك، كتدخل السميه، كتدخل نيميرو ديال الكونط، ومني كدير حفظ كيطلع لك واحد الميساج ايرور اللي هو OR-BAEH-10. هذا الميساج تيقول لك تعذر علينا اكمال هذا الاجراء، يرجى التواصل معنا. باش كيطلع لك هذا الكود، هذا الكود ايرور كتكون مثلا اما تكون المعلومات الشخصيه ديالك ما كاملاش، يعني ما كتكونش مكرشيه بالخضر كلها، واما في عمليه ادخال المعلومات المصرفيه ديالك. فانت قبل ما كيوصلك الكود بطبيعه الحال لابليكاسيون ديال البنكه وتدخل داك الكود اللي مصيفطين لك في عمليه التحقق، كاين مجموعه من الاشخاص كيبداو كيديروا داك الارقام يعني غير على الله هوائيا. يعني من بعد ما كتدخل المعلومات المصرفيه ديالك خصك تستنى واحد النهار ولا يومين ولا حتى 3 ايام، يعني كيقول لك ما بين نهار و 3 ايام غيوصلك واحد الكود لابليكاسيون ديال البنكه ديالك، فيه واحد الرقم مصيفط لك كيما 2 دراهم فاصله 50، المهم قل من 2.50. فداك الرقم ديال التحقق كتدخلو، ملي كيوصلك كتدخلو تما. كاين اللي قبل ما كيوصلو داك الكود تيبدا تيدير الاعداد غير الله هوائيا. هنا جوجل كيعتبر بان الحساب ديالك يعني كيتعرض للاختراق، الا درتيه 3 مرات غالطين فهنا كيبلوكيك، هنا فين كيطلع لك هذا الميساج ايرور. انا وقعت معايا هذه القضيه، ولكن وقعت لي في الوقيته اللي بغيت نبدل الكونت اللي كتوصلني فيه الدفعات ديال الادسنس. هنا بطبيعه الحال ادسنس عرف بان الحساب ديالي يعني كيتعرض للاختراق، يعني ان شي واحد اخر بغى يدخل مود بيمو من غيرني انا. هنا فين كيبلوكيني، وهنا فين طلع لي الميساج ايرور، يعني هنا فين تيقول لي انه تعذر علينا اكمال هذا الاجراء، يرجى التواصل معنا. يعني الا ما هضرتيش مع الاداره ديال ادسنس بطبيعه الحال راه ما يمكنلهمش انهم يطلقوا لك المود بيمو. وهنا فين كيتاكدوا بان يعني مول الحساب هو اللي كيدوي معاهم، هو اللي بغى يدير داك العمليه باش انهم يصيفطوا له داك الميساج ايرور. وما تستناش منهم انهم يعني باش يطلقوا لك مود بيمو بلا ما انك تهضر معهم، يعني كاينه طريقه واحده باش انك تتواصل مع الاداره ديال اليوتيوب، هي اللي غادي تشوف معايا في هذا الفيديو. غادي نوريك الطريقه والميثود الصحيحه باش انك تهضر مع الاداره ديال اليوتيوب، وكيفاش غادي يطلقوا لك المود بيمو ظرف لا يقل عن 48 ساعة. قلت لكم يعني الطريقة الصحيحة والميثود الصحيحة اللي يمكن لك تتبعها انك باش تحيد داك الميساج ايرور وتتواصل مع الإدارة الادسنس، إدارة اليوتيوب، باش انهم يطلقوا لك الدفعات ديالك. كتدخل للسيت، كدير واحد الروشاش هنا، كدير يوتيوب هيلب، يوتيوب هيلب، كدير الروشاش ديالك، كتطلع لك هنا مساعدة يوتيوب بحال هذا الشكل هذا، كتكليك عليها اول وحده كتخرج لك في الروشيرش، يعني كتكليك عليها بحال هذا الشكل هذا، كتطلع لك support.google.com. هنا ما كدير والو، كتهبط لتحت كدير اتصل بنا. ملي كيطلع لك اتصل بنا كيطلع لك هذا هنا، كيدير لك كيف يمكن مساعدتك. هنا كدير بطبيعه الحال حدثت مشكله اثناء ادخال رمز التحقق، كدير التالي. من بعد ما كدير والو كيخرج لك هادو، كدير غير ذلك. من بعد كدير الخطوه التاليه، كتكليك هنا كدير الخطوه التاليه. من بعد هذه المرحله كتبارك في محادثه ماشي بارد الالكترونيه، هنا خصك تتكلم معاه بحال الشاط شاطي معاه، كتكليك في محادثه. من بعد هذه المرحله بطبيعه الحال غادي يخرج لك، غادي يطلب منك، غادي يطلب منك اللين ديال القناه ديالك، غادي ديرو هنايا صافي. غير كدير اللين ديال القناه، كدير بدء الدردشه. ملي غتبدا بدء الدردشه غادي يطلع عندك واحد السوبور تما فين غتبدا الهضره معاه. من الافضل انك غادي تتكلم معاه بالانجليزيه، غادي يقول لك شنو بغيتي، وصف لي المشكله اللي طحتي فيها، وانت غادي تبدا كتهضر معاه وغدير الكوبي لداك رمز الخطا اللي طلع لك.
كرامه الخطا اللي طلع لك غادي دير له كوبي وغادي تصيفطو له، وهو بطبيعه الحال غادي يتواصل معك واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق الماكسيموم. من بعد غادي يقطع لك المحادثه وغادي يصيفط لك واحد غادي يصيفط لك مايل في الجيميل ديالك. من بعد ما كتطلق الكونفرساسيون ديال السيد ما بينك وبينه، نفس السيد اللي كنتي كدوي معاه هو اللي غادي يصيفط لك ميساج في المايل ديالك. الميساج اللي غادي يصيفط لي انا هذا هو كيقول لك تانك فور شاتين ويز اس، يعني شكرا على انك تواصلتي معنا. كيقول لك ان المشكل ديالك يعني غادي نعرضها على الطاقم التقني ديال اليوتيوب وغادي يشوفوا الاشكال ديالك. هذا السيد هذا نفسه هو انيكا هو اللي هضر معايا. من بعد يومين كيصيفط لي الميساج وهذا يعني قال لك كيقول لك بان المشكل ديالك راني عرضتو على المختصين ديالنا وراه تحل، ما عليك الا انك تعاود المحاوله باش تدخل رمز التحقق وطريقه الدفع ديالك في غضون 48 ساعه، يعني ما خصكش تفوت 48 ساعه بطبيعه الحال. الا فتي 48 ساعه عاوتاني غادي تبلوكا، يعني ما غاديش تطلق في غضون 48 ساعه، يعني قبل من 48 ساعه خصك دير اعاده المحاوله. بطبيعه الحال انا قبل 48 ساعه كما قلت لكم يعني دخلت طريقه الدفع ديالي الجديده، صيفطوا لي الكود من بعد يومين فعلته، درت رمز ديال التحقق وهما طلقوا لي حيدوا لي داك الكود داك رمز الخطا اللي كان عندي من قبل واللي كان كيبلوكيني. بطبيعه الحال فهذه هي الميثود الصحيحه والطريقه الصحيحه اللي يمكن لك انك كيفاش تتواصل مع الاداره ديال اليوتيوب وكيفاش تحل المشكل ديال الادسنس ديالك. بطبيعة الحال الا جاك هذاك الكود وما هضرتيش معهم فهنا كتثبت لهم بانك يعني ماشي انت هو الشخص اللي مول الحساب، يعني الحساب ديالك بانك راك يعني غير كتحاول الاختراق ديالو. ضروري انك تواصل مع اداره اليوتيوب وتحل المشكل ديالك، والاداره اليوتيوب تواصل معها في جميع الاحوال، يعني في رمز الخطا الى مشى لك الادسنس ديالك الى تبلوكات الى دار لك الحظر ضروري خصك تكلم معهم، وفي نهاية المطاف يعني كيكون الحل ديال المشكل. هادي هي في الزوين فيها، كيكون الحل ديال المشكل في نهاية المطاف اللي كتكلم معهم. فهذه هي الطريقة أو الميثود الصحيحة اللي يمكن لك أنك تتواصل بها مع الإدارة ديال اليوتيوب في حالة أنه وصل لك هذا الميساج إيرور. فهذا الميساج إيرور ديال تيري 10 فهو كيبقى المدبيم، وكاين اللي يقدر يوصلك مثلا 01 04 08 فهادو لي ميساج ديال الإيرور، ولكن كل ميساج كيدل على حاجة، يعني كل ميساج يعني عنده واحد النسبة ديال الخطأ. مثلا إلا وصل لك 01 فهو كيعني أن الإدارة الأدسنس بلوكاتك، يعني الحظر ديال الادسنس ديالك. ولكن كتبقى الميثود فهي ميثود وحده، طريقه وحده فيش انك تواصل مع اليوتيوب وتحل المشكل ديالك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. تبارك الله عليكم، بارطاجيو الفيديو لتعم الفائده. الى كنتي انت مازال ما تابونيتي بطبيعه الحال في اليوتيوب، محمد المنيع باللغه الفرنسيه ومحمد المنيع باللغه العربيه. تبارك الله عليكم، تحياتي وناركم بروك.